اخر حاجة قلناها ازاي لو انا عايز افرق ما بين الساند ستون واللايم ستون، احط عليهم هيدروكلوريك اسيد، حمض الهيدروكلوريك. وبعدين لو كان ساند ستون مش هيحصل اي تفاعل كيميائي لان الكوارتز مش بيتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد. طيب في حالة اللايم ستون هيحصل تفاعل كيميائي، وايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان في تصاعد لغاز الكربون دايوكسيد. يعني من الاخر هعرف منين اصلا ان في تفاعل للكربون دايوكسيد؟ ان انا هلاقي فيه فوران كده، ماشي؟ فالفوران ده وتصاعد الغاز انا هبقى عارف ان ده الكربون دايوكسيد. ليه؟ لان اللايم ستون ده احنا قلنا الكربون الكالسيوم كربونيت، فالكالسيوم كربونيت لما بيتفاعل مع ال HCl بيديني ايه؟ بيديني CaCl2 زائد H2O، وبيديني ايه؟ ال CO3. دي بتخرج لي فايقة CO2. ال CO3 اللي هي الكربونيت في اكسجين منها بتروح تكون ميه، والباقي بيخش في هيئة ايه؟ والباقي بيخش في هيئة كربون دايكسايد، يعني غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب لو حبينا كده نترجم الكلام ده في هيئة تفاعل كيميائي، لان يعني ايه، احنا اخدنا التفاعلات الكيميائية قبل كده فالموضوع مش صعب علينا خالص اني اترجمه. ادي الكالسيوم كربونيت اهو اللي هو المكون الاساسي بتاع اللايمستون، لما احط عليه ال HCl هيديني ادي CaCl2، وهيديني water H2O، وآخر حاجة هيديهاني ال CO2. طيب هي بس الفكرة ان دي unbalanced chemical equation، فمجرد ان انا هضيف ال 2 هنا بس هي كده بقت balanced chemical equation. ده معناه ان الاكسجين، انا كان عندي 3 اكسجين في الكربونات، واحدة منهم راحت كونت مية واثنين خرجوا في الكربون دايوكسيد. فلما الاقي فوران والاقي فقاعات طالعه، ده معناه ان في غاز متصاعد. الغاز ده ايه؟ كربون دايوكسيد. طب ده دليل على ايه؟ دليل على ان فعلا دي كانت كالسيوم كربونيت اللي هي اللايم ستون، لكن لو كانت ساند ستون ما كانش هيحصل تفاعل كيميائي من اساس. طيب what are the reasons based on the calcium carbonate participated in limestone solution؟ يعني ايه هي النتائج المترتبه على ان الكالسيوم كربونيت بيترسب، الكالسيوم كربونيت هيترسب في ماء الجير؟ ده ايه اللي هينتج عنه؟ هينتج عنه ان هيتكون الحجر الجيري اللايمستون از فورمد. تمام، في اي مشكله يا ولاد؟ لا يا مش خير. لا اي مستمع. لا مش مفيش. طيب احنا كده مش فاضل لنا غير اخر بيج واخر حاجه واخر نوع من الرخص اللي هناخدها، اللي هي الميتامورفيك روكس. اللي هي يعني ايه كده كلمة ميتامورفيك؟ الصخور المتحولة. طب ليه انا بقول ان هي الصخور المتحولة؟ لان من الاخر خلاصة كده الميتامورفيك ديت when any type of rock whether it's a sedimentary rock it's a metamorphic rock it's a igneous rock exposed to what? High temperature, high pressure change into metamorphic rock. يعني من الآخر يعني ايه metamorphic rock؟ هي ليه سميناها صخور متحولة او ليه اسمها كده؟ لان هي من الآخر عبارة عن ايه؟ اي نوع من الصخور اتعرض لضغط كبير قوي وحرارة عالية قوي تحت سطح الارض هيتحول لنوع تاني من الصخور، فعشان كده بنسميها الصخور المتحولة، لان هي الصخور لما تعرضت لضغط الحرارة اتحولت. تمام، حتى الصخور المتحولة نفسها ممكن تتحول بتبقى صخور متحولة تانية، اه بس هتبقى نوع تاني. يعني ممكن يبقى صخر معين مثل من الميتامورفيك تعرض للحرارة مثلا أعلى وضغط أعلى اتحول لميتامورفيك بس نوع تاني. طيب الميتامورفيك ده اتعرض لضغط وحرارة أعلى من الضغط والحرارة الأولين فتحول لميتامورفيك نوع ثالث وهكذا. طيب يبقى يعني ايه ميتامورفيك؟ انا كده اختصرت لكم بس ايه، عشان هو في رغي كتير ملوش لازمه. احنا هنقول ايه؟ when old rock, igneous rock, sedimentary rock are subjected، على فكره وممكن metamorphic عادي جدا برضو، subjected or to pressure and high temperature they convert into metamorphic rock. they this conversion التحول ده يعني often takes place in the rock that magma interference. يعني غالبا التحول ده بيحصل الصخور اللي بيتداخلها، يعني الماجما اللي تحت كده بتبقى قريبة منها. ليه؟ لأن الماجما لما بتقرب منها بتسخنها قوي، فلما بتسخنها بتتحول للصخور اللي هي المتحولة دي.
مش. يبقى تاني الموضوع ده بيحصل امتى؟ بيحصل غالبا في الصخور اللي بتكون متداخلة فيها الماجما، لأن الماجما بتعرضها لدرجة حرارة عالية قوي فبتؤدي إلى تحول. طيب and this convergence depends on بيعتمد على ايه؟ the mass of magma and its temperature. يعني دلوقتي انا هنفترض ان الصخور دي هي اللي هتتحول. طب هي بتتحول ليه؟ عشان الماجما قريبة منها تعرضها لدرجة حرارة عالية. طب هي لما هتيجي تتحول هتتحول بناء على ايه؟ بناء على the mass of magma and its temperature. لان ممكن دلوقتي temperature بتاعة الماجما لو كانت درجة معينة تحولها لصخور معينة، طب لو كانت درجة تانية تحولها لنوع تاني خالص من الصخور زي ما قلت لكم من شوية. طيب بتعتمد على ايه كمان؟ the type of rock which surrounds the magma، يعني نوع الصخور نفسها اللي هتتحول بايه؟ لان لو كان صخر معين اتعرض لدرجه حراره هيتحول لصخر تاني. طب لو كان الصخر ده نوع تاني اصلا اتعرض لدرجه حراره هيتحول لنوع تاني خالص، ماشي؟ فيبقى تاني الصخور المتحوله او الميتامورفيك روكس دي بتعتمد على ايه؟ الكونفرجن ده بيعتمد على ايه؟ التشينج ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الماس اند temperature اوف ذا ماجما اند ذا روكس that surround the magma اللي هي الصخور نفسها اللي هتتغير. طيب يبقى what is the metamorphic rocks اصلا؟ They are rocks originated as a result of exposing the old rock, igneous rock, sedimentary rock to the factor of the pressure. أو ما هنا يعني مفوتين فكرة إن ممكن الميتامورفيك نفسها تتحول عادي تاني جدا، بس فهم مش ذاكرينها هنا في المنهج عندكم، فطالما مش ذاكرينها احنا برضو ايه زي ما بقول لكم دايما ملتزمين بالكتاب بيقول.